والإشارة في هذا المركز هو من المراكز المهتمة به. محمد أقصقص باحث في التاريخ. الرحمن الرحيم. أثرنا تنظيم هذه الندوة القيمة منذ شهور ونحن نعد لها العدة، واخترنا تيمة الماء أي تدبير الأزمات المائية بين الندرة والاستغلال لما يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة من شح مائي في الجبال وكذلك في السهول والمدن. وهذا ثمرت توصيات صاحب الجلالة الذي دق ناقوس الخطر في هذا الخضم. وكما تعلمون أن جفاف هو ظاهرة بنيوية في تاريخ المغرب، ولذلك الدولة المغربية لها باع طويل في التعامل مع الندرة المائية منذ القدم، أي منذ السلالات القديمة التي حكمت المغرب، المرابطين مرارا بالموحدين ثم السعديين إلى فترة العلويين وبالضبط مع جلالة الملك. نحن كأكاديمية تبقال وكجمعية سبب المستقبل فكرنا جليا في تنظيم هذه الندوة القيمة واخترنا هذه التيمة، عنوناها بتدبير الأزمات المائية. نتمنى أن يكون لها إشعاع وأن تعطي ثمرة وأن نخرج بتوصيات جلية. أذكر منها أننا يجب أن نحافظ على الماء، يجب توعية الجيل الناشئ بأهمية هذه النعمة التي أوصى عنها الله سبحانه وتعالى في الآية التي من سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء إن حي. صحيح الظرفية التي اخترنا ليست عبثا، اليوم العالمي للبيئة وكذلك إصدار العدد الثاني من مجلة تبقال التي عنونها بعنوان الأزمات المائية. إذن الندوة جاءت في هذه السياقات، لكن أهم سياق هو إعلان صاحب جلالة الأخير الذي دق عفوا ناقوس الخطر وأعطى تعليمته للحكومة بالحفاظ على الموارد المائية بالمغرب. وشكرا. أستاذ باحث المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأوروبية المتوسطية والإيبيرو أمريكية جامعة محمد الخامس، عضو بأكاديمية تبقال للدراسات والأبحاث. موضوع النمر طبيعة الحال يتطرق لإشكالية الموارد المائية بالجهة، وبالتالي فما يهمنا نحن بالنظر إلى الظرفية أو الإطار العام الوطني المتسم بضرورة صياغات سياسات مائية مندمجة كما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لهذه السنة. ما يهمنا هو ذلك البعد الجهوي لتنزيل سياسات ذات البعد الوطني على مستوى جهة مراكش أسفي، وبالتالي فالجهة تعرف من طبيعة الحال عدة إكراهات على مستوى خلخلة التوازن ما بين العرض المائي ما تتيحه السدود ومختلف المنشآت الفنية التي تعمل على تعبئة الموارد المائية، وكذلك ما يتوفر على مستوى الفرشات المائية وما تتطلبه التنمية الجهوية بجهة مراكش أسفي، خاصة مع تنامي الزراعات المسقية من طبيعة الحال وتنامي الإنتاج الزراعي والحيواني وما يتطلبه من موارد مائية إضافية، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الحضارية، خاصة وأن في الجهة لدينا عدة أحطاب حضارية مثل مدينة مراكش، بنقرير، حمنا، قلعة السراغنة، الصويرة، شيشاوة، أسفي وغيرها، وبالتالي فهناك ضرورة للتنزيل السليم للمخططات الوطنية على المستوى الجهوي والترابي لإيجاد حلول جهوية لتلك المشاكل الجهوية التي تكلمنا عليها على مستوى ندرة المياه. وشكرا. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.